طبعا هل في فرق ما بين ميك اب لما بتبقى كلمه واحده وميك اب لما بتبقى كلمتين؟ الفرق كبير جدا وهنعرفه مع بعض في الفيديو بتاع النهارده. اتفرج على الفيديو لانه هيفيدك كتير. يلا بينا. اولا ميك اب لما بتيجي ككلمه واحده بيبقى معناها المكياج اللي الستات بتحطه، اوكي؟ فبنقول مثلا she put on some makeup. لكن ميك اب لما بتبقى كلمتين بيبقى phrasal verb او فعل، شرحنا قبل كده في سلسله الphrasal verbs يعني ايه، ليه استخدامات ومعاني مختلفه، هنشرح النهارده اربعه منهم. اول معنى لميك اب هو تختلق، تختلق قصه، تختلق عذر، تكذب يعني. من الاخر لما اقول لك I know that you're making this up، انا عارف انك بتختلق الكلام ده او بتختلق القصه دي مثلا، you're a liar، انت كذاب. Make something up. Make up كمان ممكن تيجي بمعنى يتصالح. لما اقول لك مثلا Gina and Ruby made up، اللي هو الماضي بتاع make up، after their fight، بعد الايه؟ بعد الخناقه بتاعتهم. Gina and Ruby made up after their fight. Make up كمان ممكن تيجي بمعنى يشكل او تشكل. لما اقول لك مثلا في المثال هتفهم اكتر، water الماء makes up about 70% of the earth surface، يعني الميه بتشكل حوالي 70% من سطح الكره الارضيه، اوكي؟ makes up about 70%. واخيرا make up for معناها يعوض، like compensate، يعني مثلا لما اقول لك انا لغيت الجلسه معاك وعاوز اعوضك عن الجلسه اللي احنا لغيناها، تمام؟ فاقول لك مثلا we need to take another session، محتاجين ناخد جلسه اخرى to make up for، عشان نعوض يعني او اعوضك عن to make up for the session we've canceled this week، عشان اعوضك عن الجلسه اللي احنا لغيناها الاسبوع ده. ده كان الفرق ما بين make up لما تبقى كلمه واحده وmake up لما تبقى كلمتين. لو الفيديو عجبك تنساش تعمل شير ولايك وخلي العلم ينتشر لعدد اكبر. سلام.